على سرير بالمؤسسة الاستشفائية بن عمر الجيلاني بولاية الوادي، يرقد محمد صاحب 22 سنة مستلقياً لا يعرف غير الألم نتيجة عجز رئتيه من جهة، وتعب أصاب قلبه من جهة أخرى. توسع القصبات الهوائية الذي أصبح عرض مزمن، وحالياً سبب للمريض قصور في وظيفة التنفس، سيفيزونس ريسبيراتوار كرونيك. هذا القصور حالياً أيضاً يؤثر حتى على وظيفة القلب، ويحتاج إلى حالياً الوقت الحالي العلاج الحقيقي والفعال هو التبرع برئة أو إنجراف كارديو بيرمونا. جروا على الفيزا مش يديروا الفيزا، يروحوا لفرنسا ما عطوهمش، جروا منا ما عطوهمش، لا عندهم لا مال، لا عندهم لا مال، تروحوا تشوفوا دار مرعى يعلم بها مربي أحوالهم، أحوالهم تعبة، أمورهم تعبة، ما عندهم والو، تعبين. لم يستطع والد محمد تمالك نفسه وهو يرى فلذة كبده ينهار أمامه، وهو في ريعان الشباب ليكون أملهم من كل هذا الألم والواقع المر. يعاونوا لي وليدي مش خارج للخارج، مش نذرى له إرية، ونطلب من 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 وزارة الصحة تعاوني في الشيء هذا وين، ونطلب من الشعب الجزائري لو يشوف في حالتي. وبارك الله فيكم وجزيكم الله خير. حالات اجتماعية صعبة عودنا الجزائريون على الهبة السريعة لإنقاذ حياتها. محمد واحد منها، وعائلته ترى في التفاتة رحيمة من المحسنين السبيل لخلاصه.